تنين ب 11 ابريل نيسان 2005 ساعة هلا وحدة وصلنا على ضيعة بينغ بوشي ارتفاع تقريبا 4000 متر منقضي الليلة هون وإن الله راد بكرة مننتقل لضيعة شكون شي 5 ساعات كمان مشي من هون ومن شكون الله راد نطلع على آيلاند بيك. جيجار يلي هو نمستي الشوربة الثالث تبعنا عم بيقول لي انه هديك السنة كان في كتير عالم على أبا دبلام مثل هلأ السنة ما في حدا وعم بيقول لي انه على بوموري يلي هو جبل حد أبا دبلام بس منه تقني قد أبا دبلام ماتوا 4 من جمعة زمان فسرت له انه نحن حابين نتسلق أما دابلام ولكن ما لازم ابدا نعرض حالنا على خطر لازم نحط حبال جديد وايس كروز وانكرز جديد اذا منا مأكدين 100% ما بدنا نعرض حالنا على خطر يوم السبت ب 16 ابريل نيسان 2005 ساعه هلا 10 انا موجود بالمخيم الاساسي بيس كامب لجبل أما دابلام امبارح وصلنا لهون وقلت امبارح طلعنا على ايلاند بيك 6200 متر ولكن وصلنا على القمه الاولى لايلاند بيك اللي هي 6140 متر تقريبا 40 متر اوطى من الامه المضبوطه الصحيحه وهذا لانه كان في هواء قوي كثير وقررنا انه كان خطر كثير انه نكفي للامه لانه على الريدج الهواء كان معقول يقبعنا عن الجبل اليوم الصبح بكير طلعوا تنزينغ وتيمبا وجيجار على المخيم الاول وطلعوا معهم عده واكل وخيمه وإن الله راد بكرة بيطلعوا على المخيم الثاني وبيركبوا حبال وبعد بكرة بركي على المخيم الثالث عم جرب صلح هون السولار بانل لحتى التليفون يشرج التليفون الساتليت يشرج وهلا الحمد لله مشي الحال عم يشرج هيدي الحفلة البوجا اللي بيعملوها هون على الجبل تيطهروا الجبل حتى نحن نقدر نتسلقوا بخير وبسلام
No, I think battery is okay. There was a problem with the walkie-talkie. I call you back at 4 o'clock, over. 4 o'clock, over. Bye-bye. Bye-bye. الساعة 2:30 وصلنا على المخيم الأول أنا وراي. راي هاي أول مرة بيطلع على مخيم أول، هاي أول مرة بيطلع على اللي بسموه هاي ألتيتيود. إحنا هون على 5825 متر عم بيطلع على تحت وعم بيخوت. بدوي هلا شوية جليد حتى اعمل شوربة ولح اقضي الليلة هون. اذا بخبركن كيف منصوبة هيدي الخيمة والخيمة اللي حدي، على شمالي في مهوار بالقليلة 1000 متر، وعلى يميني في حيط صغير حجر، من بعده في مهوار بركي 1500 متر، واذا كبيت من هون شوكتي او سكينتي او شي من هون افتكر بينزل 1500 متر وما بدق جناب الا مرة او مرتين. المعنويات منيحة، الحبال صارت موجودة للمخيم الثاني، وان الله راد بكرة بطلع على المخيم الثاني. وكنت قلت له لتنزينغ بركي افضل انا وياه بدل ما نطلع من المخيم الاساسي للمخيم الاول، ومن المخيم الأول للمخيم الثاني، ومن المخيم الثاني للمخيم الثالث، ومن المخيم الثالث للأمي، بركة كنا منقفل المخيم الثاني. عم بيطلع شوية هواء، رح سكر شوي حتى ما تنطفي النار. كنت قلت له مننام ليلة بالمخيم الأول ومنرجع نطلع دغري منقفل المخيم الثاني ومننام ليلة بالمخيم الثالث وبعدين نطلع للأمي. أكيد هيدي من بعد ما أنا أرجع أنزل هلأ على المخيم الأساسي ارتاح وبعدين على رد بطلع على الأمي، وبركة مثل ما عم بقول نقفل المخيم الثاني. هذا تحت بسموه روكل ليك لأنه من 3 سنين شخص ألماني، قائد ألماني، قائد ألماني اسمه روكل، توفى على الجبل وقع ووصلت جدته قريبة على النهر على البحيرة، بقى عطوها اسمه دفنوه تحت وسموها من وقتها روكل ليك. Good morning, I'm calling you from Nepal. And I have a patient here which needs an emergency evacuation. Could I ask you to call me back on the following sat phone number? اليوم الأربعاء 20 أبريل نيسان 2005، الساعة هلأ 8 الصبح. في عندنا مشكلة صغيرة، لاري في عنده مشكلة شوي بإجره، وحكينا مع الحكيم تبعه بأمريكا وبيقول إنه لازم يرجع وينزل عن الجبل. بقى هلا رح اطلب انا كاتماندو، اطلب من الهليكوبتر انه تجي، لانه اللي معه اياه هو ديب فين ترومبوسيس، واذا كان فقعت الشريان باجره معقول يموت. بقى رح اطلب هلا كاتماندو، اطلب من الهليكوبتر تجي تسعفه وترجعوا على كاتماندو على المستشفى، ان شاء الله خير. الساعه هلا 2:10 من شي ثلث ساعه كنا هون عم نتغدى، وهيدول اكلاته للاري بعد ما خلص السلاد دو فري تبعيته. سمعنا الطياره المروحيه، طلعنا لبرا، كنت انا راسم قش على الارض وحطيت شخص امريكاني من البعثه حدنا اللي بعدها شي وصلت
حطيته حتى يدل الطيارجي قديش عم بينزل ويفسر له وين بده يغط. غط الطيارجي نزل عطاني ورقة مكتوب عليها اسمه للاري، قلت له مزبوط هيدا هو، فرجيته عليه، طلع لاري بالطيارة المروحية، حط له حزام الأمان وطلع بالطيارة ومشي. كريشنا وكام وجيجار وراي كلهم دمعوا، بس بفتكر عمل الشغلة المضبوطة، راح على الطريق الصحيح لاري، وراح بالطيارة على كاتماندو يتعالج بمستشفى مضبوط. نتمنى له التوفيق، وطبعا نتمنى التوفيق لنا مع انه هلأ الطقس مشكلة الأد، والشباب فوق على المخيم الثاني والثالث بكونوا عم بعانوا من هالهواء ومن هالثلج ومن هالبرد. ان شاء الله خير. اثنين ب 25 ابريل نيسان 2005 الساعة هلا 9. انا وارون رح ننطلق ان الله راد من هلا لخمس دقائق للمخيم الاول، ننام ليلة فوق. الطقس رائع وما هيئته في هوا، والشباب عم بيركبوا الحبال للامي ان الله راد بخلصوها وبيلاقونا اليوم بالمخيم الاول. مطلعين انهم معنا اكل، شوية رز مشوي فرايد رايس، بيتعشوه الليلة وبيرتاحوا بالمخيم الأول نسبيا، وإن الله راد بكرة الصبح ننطلق للمخيم الثالث، وبعد بكرة نهار الأربعاء إن الله راد 27 أبريل نيسان 2005 بننطلق بكير للأمة، وبتأمل وبتمنى إنه يكون الطقس حلو مثل اليوم لحتى نقدر نطلع بدون صعوبة. إن شاء الله خير. Okay. Good luck. Best of luck. Thank you. Bye, Cam. Good luck. Bye-bye. Thank you. Good luck. Thank you, Gigar. Bye-bye. Lakpawandi Sherpa, also known as Tenzing. Yesterday he said we go to Camp 2, and from Camp 2 we attempt the summit. Today, you say we go to Camp 3. Why? Because weather is good, then we are going to die at Camp 3, uh-huh. Then maybe more easy next day. So the summit day will be easier from Camp 3 than from Camp 2. Okay, so hopefully the weather will stay like this today and tomorrow. And by midday tomorrow, maybe we'll be on the summit, God willing. Yeah, we start about 2 o'clock. 2 o'clock in the morning, 3 o'clock in the morning. Okay, all the best. I hope so. اليوم الثلاثة ب 26 أبريل نيسان 2005، الساعة هلا 7 الصبح. نحن بالمخيم الأول. الطقس عظيم، ما في أبدا هواء والشمس شارقة. فلذلك قررنا بدل ما نطلع على المخيم الثاني ننام فيه، رح نطلع على المخيم الثالث ان الله راد ننام فيه، حتى بكره نهار الاربعاء ان الله راد ب 27 نجرب نطلع للامه. عم ضبط الغراض اللي عايزينها بالمخيم الثالث، المينيموم المينيموم المينيموم، يعني ما في ضروره ابدا نتعب حالنا نطلع شيء مش معقول نعوزه، وبقيت الاغراض تركينهم هون لحتى بس ننزل نحملهم كلهم سوا وننزل على المخيم الاساسي. إن شاء الله الطقس سامح يكون مثل اليوم، ويكون كل شيء على خير وسلامة، الله راد نطلع على الأمة بكرة، وبعد بكرة بنصير بالمخيم الأساسي. إن شاء الله خير.
هون من أصعب وأخطر المراحل. مجبورين نطلع هيدي تنوصل للمخيم الثاني. إن شاء الله ما يكون في كتير فقرات هيك لأنه فعلا خطرة كتير. نحن هلا بالمخيم الثاني، ارتفاع تقريبا 6000 متر. بفتكر رح نرتاح هون شوي صغيرة نص ساعة. في شوية ضباب ولكن مش هوا ولا برد. من هلا لنص ساعة ان الله راد بنقرر اذا بننام هون الليلة بالمخيم الثاني او بنطلع المخيم الثالث 4-5 ساعات بعد. ان شاء الله خير. اليوم الخميس ب 28 ابريل نيسان 2005، الساعة هلا 6 الصبح، نحن موجودين بالمخيم الثالث. امبارح طلعنا على الأمة ولكن رجعنا مأخرين لدرجة إنه جبرنا نقضي ليلة بهالخيمة أربعتنا بدون كيس نوم بدون أكل بدون شيء. وإن الله راد هلا بعد شوي بس تشرق شوي صغير الشمس بنزل على المخيم الثاني والمخيم الأول والمخيم الأساسي بيس كامب. كان نهار رهيب امبارح بس وصلنا على الأمة. المفروض من الأمة نشوف إيفرست، لوتشي، نوبتشي، ماكالو، كانتشيتشونغا، بس ما شفنا شيء منهم لأنه كان في غيوم. ولكن الطلعة كانت صعبة بشكل ومن حدرة بشكل أنا بحياتي تسلقت جبل الأدمن حدير. 15 ساعة روح رجع من المخيم الثاني للأمة للمخيم الثالث، 15 ساعة. والخطورة إذا كان بالطلعة وأكثر بكتير كمان بالنزلة مش معقول، لأنه استعملنا حبال ما كنا أكيدين منها، وأي غلطة واحدة على هذا الجبل ما في بضل نازل واحد لكعبه، يعني بضل نازل 2000 متر من دون ما شيء يوقفه. الحمد لله قدرنا وصلنا للأمة كلنا بألف خير. آرون شوي عم بيصعوا البركة عم بيضيق من الارتفاع، وإن الله راد اليوم ننزل صوب المخيم الثاني وبعدين المخيم الأول. بعد في كتير خطورة بين المخيم الثالث والمخيم الثاني، لازم نكون حذرين. إن شاء الله خير. ما فيني اخبركم شو الخطورة هلا هون بالنزلة. حبال وين ما كان ما نعرف اي حبلة منيحة اي حبلة مش منيحة، اي غلطة من هون مهوار من هون مهوار، لازم نكون كتير حذرين.
لازم واحد ينتبه كثير قبل ما اوصل على المخيم الاول، ما رح اكون مرتاح. كل فشخه بصلي شوي. المخيم الثاني بعده تحتنا كثير، شايفين قديش في حبال وقديش خطره النزله، عم نتأنى كثير فيها لحتى لا سمح الله ما يصير شيء يعني. بس ما بخبركم قديش انا تعبان، انا امبارح كل النهار مع كل 15 ساعه التسلق مش اكل شيء ابدا. ما في ابدا قوه بجسمي. الله يقضي هالمرحله بعد على خير وسلامه تنوصل على المخيم الثاني ونرتاح شوي. هيدا المخيم الثاني تحت، في خيمتين اورانج نازلين لون. الله يسوقنا. امبارح نزلنا من المخيم الثالث للمخيم الثاني، ارتحنا نص ساعة ضبينا المخيم الثاني ورجعنا كفينا للمخيم الأول، ولكن لأنه تلجيت وصارت الظروف كتير صعبة ما وصلنا للمخيم الأول، جبرنا ننام. بين المخيم الثاني والمخيم الأول لقينا مطرح نوعا ما جالس ونصبنا الخيمة عليه. كانت نايمة نومة مستحقة، بركي مش مريحة بس مستحقة وبوقتها. وعينا اليوم الصبح الحمد لله تنبا لقى كبريتي معه، قدرنا دوبنا شوية مي تنقدر نكفي للمخيم الأساسي. افتكرت حالي منيح على بكرة، بس أول ما بلشت أمشي شفت قديشني ضعيف وقديشني بدون قوة أبدا. بقى أكلت لوحين شوكولاز وجبرت حالي وشربت شوية مي مع تانج، وهلأ نزلت من مطرح ما نمنا. هلأ أنا بالمخيم الأول، وإن الله راد من هلأ لثلاث ساعات أربع ساعات ما بعرف يلي هني بكون بالمخيم الأساسي. جبل أما دبلام جبل جميل جدا جدا جدا، بركي لقلي من أجمل الجبال. 6857 متر، من أجمل الجبال مثل ما عم بقول، بس كمان من الأكثر تقنية وصعوبة وخطورة. جبل خطر جدا جدا. الحمد لله يعني ما بدي استبق الأمور بعد ما وصلت على المخيم الأساسي، بس إن الله راد اليوم بعد الظهر بكون كل شيء مضي بخير وسلامة. الحمد لله.